لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله. الله يرحمه إيهاب كان معتقل عند الاحتلال، كان معك الأربع إداري وجددوا له اثنين أربع إداري، نزلوا له الاثنين إداري مرة واحدة. إيهاب صاب وجع كتف وظهر وأوجاع بالسجن، حاول أكثر من مرة إنه ينتقل على مستشفى السجن وعملوا بالإدارة بالسجن إنه ينصحوا له ينتقل، ما رجوش. آخر مرة أخذوه عملوا له فحص دم وصاروا رجعوه بكاسة كبسونات، كل يوم 15 كبسونة بعطوهم لإيهاب كانوا داخل السجن. بنحمل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي ولدولة إسرائيل بإيهاب بالإهمال الطبي اللي أهمله فيه زيادة عن اللزوم، لأن إيهاب كان وزنه 128 كيلو نزل 40 كيلو مرة واحدة بالسجن. إيهاب صار عنده إهمال طبي، إيهاب وجميع الأسرى، مش بس إيهاب، إهمالات طبية مخيفة، والشعب كله ساكت والحكومة ساكتة والأمم المتحدة وإسرائيل يعني زادتها زيادة عن اللزوم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنحتسبه عند رب العالمين شهيد. الحمد لله إيهاب روح من 15 رمضان، إيهاب لما انحبس ولا ماله أي مشكلة ولا أي مرض ولا أي شغلة. الحمد لله رب العالمين ابتلاه بالمرض العاطل، والحمد لله رب العالمين الله نوله الشهادة، ونحمد الله على كل شيء والحمد لله. حبس مدة 5 سنين يفوت ويطلع، آخر حبسة كانت من 6 أشهر، روح مريض، أخذناه عملنا له فحوصات طلع سرطان من الأدوية اللي كانوا يعطوه إياها بداخل سجون الاحتلال. يعني بندعي العالم والدنيا إنها توقف مع الأسرة وتحمي الأسرة وتأمن لهم كل احتياجاتهم، الهلال الأحمر والصليب الأحمر يكشفوا شو نوع الدواء اللي بقدموه للأسرة. حقيقة ليس هذا هو الشهيد الأول الذي يرتقي بعد أن خرج من سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي وسياسة تعمد إهمال الأسرة وسياسة تعمد عدم إعطائهم العلاج اللازم. ويعني تستطيع أن تقول أن هذه السياسة تتمثل في أن الأسير إذا تعرض لأي مرض مهما كان هذا المرض يتوجه إلى إدارة السجن حتى يتم علاجه، لكن العلاج يكون قريب، لكن تتمثل في البعد والإجراءات التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال في إيصال السجين إلى العلاج. يتمثل ذلك في الإجراءات، في التقييد، في التكبيل، في عدم الذهاب به إلى العيادات التي يقوم فيها العلاج، عدم تقديم العلاج اللازم، عدم السماح لهم بإدخال يعني أطباء خاصين ليتم علاجهم. نستطيع أن نقول أن الوصفة التي يتعالج بها معظم الأسرى لا تتجاوز الوصفات الطبيعية التي تعطى لأي مرض طبيعي، لكن مثل هذه الأمراض لا يتم الفحوصات اللازمة، لا تتم معالجتها بما يكفي، كما حصل مع كثير من الأسرى ماتوا بنفس المرض وبنفس الطريقة.